مثلا رجعتوها للمباحث كيف اشتغل عليها الجابري الله يرحمه، خاصة في التاريخ الفارسي، ولكن الجابري كان منهجه باعتباره فيلسوف ديني، ولهذا لاحظوا في بنية العقل العربي، سوء العقل العربي، تما ما كيحضرش التاريخ وذاك التسلسل التاريخي عنده بهذا ما كيعرفش، ولكن كتحضر عنده البنية، المكونات، العناصر، العلاقات بينها إلى آخره، وهذا هو منهاج كيعطي مخرجات مختلفة عن المنهج التاريخي، وهذا هو التكامل كنتمنى انني كنت نسبيا شغلت لكم شويه الهضره الماضيه باش تقراو تكتبوا هذا الشيء، وما تبقاوش تستعملوا بزاف الفيسبوك، لان الفيسبوك كل اخر وقت هذا. وبالنسبه للسؤال السؤال هذا السؤال اصلا مشهور في الحقيقه، ما يسمحش لي اننا نجاوب على هذا الشيء السهلي، يسمح لي البصر، غادي يخرق لنا شويه شي المزاج. أنا بالنسبة لي ما عنديش خلاف الحقيقة، وكل مثلا ببساطة واختصار يمكن الناس أن هذاك الشيء اللي كنهضر عليه، السياسة هذه الخلاصة هذه الاختراعات التي أقدمها للواقع السياسي المغربي يمكن مزعجة، يمكن البعض يعتبرها أنها تشوش على معارفه وحرمه في إطار هذه الأجواء التي تشكل الحكومة أو شيء من قبيل، يدرك الأمر بهذا السؤال، وبالتالي كيكون نوع من التشويش. بأنه هذا الشيء هذا ماشي سليم ولا يشارك في الأحداث، والعكس الأمور خاصة تكون بصورة مختلفة. والله يدير العباد والسلام، أما إذا راني مزيان مع راسي أنت كتشوف راح أنا صحيح والحق لله. شكرا لك دكتور. وقت اللي في منطقة فلسطين كتشوفها هي المنطقة اللي ما كتشوفش من القطاع الدول العربية، ولكن هي تصورها للعالم، لانه من بعد ما غاديش نجيبوا انه اخر تصور من هذه، بل تصور شامل للعالم. المشكل كان مثالي هو انه الحركه المعارضه كلها كانت كتفرض عليها. وبالتالي هذه الحركه المعارضه كانت كتعمل على اساس ايجابي شرعي، لانه بزاف الناس كيعتبروا ان مشكل الامامه الطاعه نص الأرضشير، لأن الطاعة هي المحور الأساسي على أساس الدين بالدولة، على أساس الملك السلطان بالدولة الدين، الدولة هي كاسم الدين، وفي العصارة منه هو مشكل الطاعة، الفكر الفارسي السياسي الطاعة عنصر أساسي مركزي في كل ما السياسي اللي غادي تخلقوها غادي تخلق الإسلام من هذا. إذا كل الحركة المعارضة هي اللي عملت عليها استجلاب النصوص الفارسيه وعملت على الاستعمال ديالها في المحاربه ديال الدوله الامويه، في حين الدوله الامويه واحد ملي انتصر صفوي معاويه طلع ما تكلم لا على عندي سلطه سياسيه باسم الدين ولا والو، قال لهم اللي بغى غادي يبغاني غادي يبغاني على راسو اذا كانت هي على العصبيه على الغالبه ماشي على ولكن كنجبروا في اخر المطاف انه هذه الحركه اللي انتهجت بالفكر مفهوم الامامه والايمان لحركه الحماس ديال البيت، حركه اهل البيت دارت واحد الشعار الطاعه لاهل البيت، النصره لاهل البيت، بمعنى اخر انه اجلوا مساله الخلافه حتى لحسب السلطه السياسيه، ولكن كل من سينتصر لاهل البيت يجب مطاعته، الطاعه لاهل البيت، كل حركة العباسيه والعالميه والعشريه كلها جمعت حركه واحده وجهه الدوله الامويه رفعت شعار كامل هو الطاعه او الخطوه لاهل البيت. اذا مشكل الطاعه كان قائم في تصور الدوله القائمه كعنصر اساسي فاعل. من هنايا كنجبروا ان الدوله الامويه لم تستفد من الموروث اليوناني الا سنه 125 هجريه، حينما سنجد ان اول الرسائل السلطانيه ستتعمل بصيغه فارسيه والتي سيكون من ورائها الكاتب السيد بن ابي الحاج اولا، ثم تلميذه في الديوان في الكتابه اللي هو عبد الحميد الكاتب. هذا الجنون سيؤصلون، لان قبل كان كيجي السلطان كيكتب رسائل كتقرا في المساجد كتعطي خبر او كترسم واقعه او كتعطي امر، ولكن الان اصبحت الرسائل السلطانيه ان ابي العلاء غادي يكتب رساله خليفه
السلطان أمين سنة 25 هجرية كان منصور كانت سنة 25 عمر رسالة تتم في هذا السياق. إذا العهد يبدا الدور اللي صارتين كيشتغل بالصيغة الفارسية مع أبي العلاء المسلم مع سالم بن أبي العلاء وعبد الحميد الكاتب. غادي تبدا هنا بإخلاصات ديال بناء منظومة فكرية سياسية توجيهية سيتم تجيئها أو توفيقها وفق الشروط والقراءة للدين الإسلام توفيق هذه المرجعيات مع بعض، لأنه كاين جوج ديال المصادر الأساسية للفكر الفارسي اللي عطاتني الفكر السياسي للخلق الداخلي للمجتمع العربي، هو النص ديال أرداشير، ديال كسرى. كاين واحد غادي يحكم غادي يكسب النص وهو كيبني الدولة بعد استنباط المقتول التفسخ ديال الإمبراطورية، غادي يجي من أرداشير من بابك غادي يعمل جمع الإمبراطورية وغادي يستعمل رجال الدين وغادي يعمل حضانة عليهم، غادي يقول أنه الدولة خاصها تحديد الدين، ماشي تحديد الدين يعني تحرصوا تحرر ماشي زعما تعمل على الإنتاج ديالو على النشر ديالو، لا بل العمل على حراسة رجال الدين ومراقبة ديالو. يمكن قراءة النصوص المهم متعددة ممكن تشوفوها في الدولة. وكاينة النصوص اللي كتبت أواخر الدولة مع كسرى الإمبراطور الفارسي. إذا هذا الجنون غادي كيبني الرؤية ديالهم على أساس واحد حراسة الدين واحد الطاقة. الدولة الأموية كتحتاج في آخر الأمر بعد ما تسخط العصبية الأموية كتحتاج عنصر آخر اللي هو عنصر الدين، وبالتالي جبرته في المولود اليوناني واستعملته، ولكن قبل الدولة الأموية المعارضة السياسية للدولة الأموية هي اللي استعملت المولود الفارسي. كيبقى السؤال الآخر هو ولم يتطرق له الكتاب. الكتاب غني بالاستشرافات، غني بما يجب أن مشروع حقيقة الكتاب.